العربي في القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا من بينهم أطفال في القدس المحتلة بعد تشييع الشهيد وليد الشريف. كما سجل الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس 70 إصابة خلال مواجهات بين المشيعين وقوات الاحتلال، ونقل 12 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج، منها إصابتان بالغتان بالرصاص المطاطي والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت والاختناق. نعم، يعني حاليا هدوء حذر بعد مواجهات عنيفة جدا كانت في المسجد في هنا في مدينة القدس بعد الانتهاء من جنازة الشهيد وليد شريف. حاليا نشاهد قوات الاحتلال تقوم بملاحقة أحد الشبان واعتقاله، وهنا من حيث نتواجد عند منطقة وأمام باب الساهرة أحد أبواب البلدة القديمة نشاهد أكثر من 30 فلسطينيا قد تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن مواجهات عنيفة جدا، هي بدأت منذ اللحظات الأولى لتسليم جثمان الشهيد وليد الشريف عندما وصل إلى مستشفى المقاصد. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المشيعين ومنعت تحرك المشيعين بعد انطلاق الجثمان من مستشفى المقاصد باتجاه المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى نصب عشرات الحواجز العسكرية في مدينة القدس. بعد دخول الجنازة إلى المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلاة على هذه الجنازة، وعند اللحظات الأولى لخروجها إلى خارج البلدة القديمة، قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب وبإطلاق الرصاص المعدني والقنابل الصوتية بكثافة على المشيعين، حاولت منع تقدم الجثمان، وهذا تطور خطير حيث شاهدنا كيف أعاقت الشرطة الإسرائيلية واعتدت على نعش وجثمان الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقل خلال تشييعها إلى مثواها الأخير يوم الجمعة الماضي. واليوم أيضا شهدنا صورا مماثلة من محاولة عرقلة الجثمان والاعتداء على حاملي النعش ومنع توجههم باتجاه المقبرة. نتحدث عن أكثر من 50 إصابة تعاملت معهم طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، ولكن أستطيع أن أؤكد بأن الإصابات أكثر بكثير من هذا العدد، لأن هناك العشرات أصيبوا بالاختناق ولم يحتاجوا إلى تدخل طبي، وهناك أيضا إصابات بالردود وإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإصابة لشابين بالعين. أي نتحدث عن إصابات خطيرة أيضا من بين 50 إصابة التي وقعت في صفوف الفلسطينيين المشيعين لجثمان الشهيد وليد شريف. أدانت الخارجية الفلسطينية اعتداءات الاحتلال وأجهزته الأمنية على جنازة الشريف، ووصفت الوزارة في بيان الاعتداءات بالجريمة، وذكرت بالجريمة التي ارتكبت قبل أيام في حق جثمان الشهيد شيرين أبو عاقلي، وأضافت في البيان أن هذه الاعتداءات هي تجسيد حقيقي لما اعتبرته أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظمة. وفي ردود الفعل الفلسطينية أيضا قالت حركة حماس إن اعتداء الاحتلال على مشيعي الشهيد الشريف هو إرهاب سيقابل بمزيد من الصمود والتحدي والمواجهة المفتوحة. ووصفت الحركة ما حدث بالجريمة التي تفضح إرهاب الاحتلال وانتهاكاته لكل القوانين والأعراف الدولية. الأردن أيضا أدان اعتداء القوات الإسرائيلية على مشيعي الشريف، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول ما جرى بأنه تصرف لا إنساني وأن انتهاك حرمة المقبرة مدان ومرفوض. وذكرت الوزارة في بيان بجريمة التي ارتكبت قبل أيام في حق جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلي، وقالت إن هذه الاعتداءات تجسيد حقيقي لما اعتبرته أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم. من القدس ينضم إلينا مراسلنا أحمد جرادات. أحمد، كيف هي الأوضاع الآن بعد ليلة حافلة يوم أمس؟
نعم، هدوء حذر في مدينة القدس منذ ساعات صباح هذا اليوم، ولكن المواجهات فعليا استمرت حتى ساعات ما بعد منتصف الليلة الماضية، وأدت إلى إصابة أكثر من 70 فلسطينيا. تحولت مدينة القدس فعليا إلى ساحة حرب جراء مواجهات عنيفة جدا ربما لم تشهدها المدينة خارج أسوار البلدة القديمة منذ أعوام، إذا ما استثنينا ما جرى فعليا من اقتحامات المسجد الأقصى المبارك العام الماضي والعام الحالي خلال شهر رمضان المبارك. ولكن على الأرض قوات احتلال الإسرائيلي قمعت بعنف المشيعين، قامت بالاعتداء عليهم بإطلاق الرصاص المعدني باتجاههم، وأيضا محاولة عرقلة وصول الجثمان إلى مقبرة المجاهدين في القدس المحتلة. أيضا شنت عملية اعتقالات واسعة وتفتيش في المقبرة، وعمليات واعتقالات كانت عشوائية بحسب ما شاهدناه في ساعات مساء أمس، لا سيما وأن الاحتلال قام باعتقال غالبية الشبان الذين تواجدوا في محيط المقبرة، ونتحدث عن اعتقالات طالت أكثر من 30 شابا. بات بحسب الفلسطينيين مشهد الاعتداء على الجنازات في مدينة القدس، يعني بات الاحتلال الإسرائيلي واصل من هذا الإجراء ويحاول أيضا الاعتداء على هذه الجنازات بحجة وجود هتافات وطنية أو رفع للعلم الفلسطيني. ولكن الفلسطينيون يؤكدون هنا في مدينة القدس أنه من حقهم أن يقوموا بتشييع جثامين شهدائهم في جنازات تليق بهم، من حقهم أن يتم التشييع دون عملية اعتداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودون نشر مئات أفراد الشرطة الإسرائيلية التي عمدت على استفزاز الفلسطينيين خلال التشييع، وقامت بعرقلة وصول الجثمان والاعتداء على المشيعين، ليس فقط بعد خروجهم من البلدة القديمة، بل عندما توجهوا من المستشفى المقاصد باتجاه المسجد الأقصى المبارك، قامت بقمعهم في بلدة الطور. عندما حاولوا ودخلوا فعليا إلى المسجد الأقصى المبارك، قامت قوات احتلال الإسرائيلي بإغلاق الأبواب بعد فترة، واندلعت مواجهات عند باب حطة. أيضا عندما وصلوا إلى التشييع ووصل التشييع إلى المقبرة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المقبرة وأطلقت القنابل والغاز المسيل للدموع وعشرات الأعيرة المعدنية باتجاه المشيعين. هناك إصابات فعليا هي خطيرة حتى الآن، إحدى هذه الإصابات لأحد أقارب الشهيد وليد الشريف، ويعاني من جراح خطرة وإصابة خطرة جراء إصابته برصاصة معدنية في العين أدت إلى فقدانه لعينه، وأيضا إلى كسور في جمجمته. وحتى الآن منذ ساعات مساء أمس وحتى هذه اللحظات هو في غيبوبة، ووضعه الصحي فعليا خطير جدا بحسب أفراد من عائلته. نعم، شكرا لك مراسلنا من القدس أحمد جردات.